الحكومة أرسلت قانون 27 عام 2016 من قبل الحكومة تعريف الإرهاب. نعم. عرف الإرهاب شنو؟ نعم. بالله عليكم احنا من 2016 لحد الآن ما نقدر نعرف الإرهاب شنو ومن المشمول ومن الغير مشمول، بس هي صفقات سياسية لازم تعبر لي هاي وعبر لك ديك، تمشي لي موضوع القاصرات تمشي لك موضوع العفو العام. نعم. الأحوال إيه الأحوال الشخصية مقابلة فش هاي على حساب من؟ زيد ذول مو عراقيين ولد البلد تقولون محكومين أكو عفو؟ العفو لازم إحنا يعني إحنا طرحنا مشروع بكتها يعني بكتها كان الأخ أستاذ عبد الكريم كنا لقاء يمكن وياكم بغير قناة. نعم. صارت ولدت عندنا قناعة إحنا الناس اللي تأذينا من الإرهاب. نعم. اليوم الإنسان القاتل سواء كان أخويا أو ابن عمي بمناطقنا بزمان 11 ما حد رايده يدخل، ما حد رايده يخرج من السجن على مدير جعينه بالمربع الاول، لا احنا من المكان نطالب باعدام هذا الشخص اللي تثبت عليه ادانه وبشهود والمنطقه تشهد له، بس ما الواحد ما ماخذ جقاره من داعش وبايع جلكان بنزين الداعش تجي تسوي جريرته بجريره الغير اللي مفجر واللي كذا، مو هو اسال لي وين التحقيق، هو من اللي دخل 11 من 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 المنافذ الحدودية من سوريا وغير سوريا، زين آلاف مؤلفة وين كانوا ذولا؟ مو كانوا بسوريا ولبنان من دخله، وانت ليش ما حسب الذولا شلون دخله وتقول لي يعني ليش شالوا السكينة وقفوا فوق راس المدني قالوا له تعال بايعنا.